بطل من الأبطال، نجم من النجوم، واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين. والحقيقة يمكن أنا مش هشكر فيك واحد من أكثر المدافعين متميزين على مستوى النادي الأهلي وعلى مستوى مصر، لكن الحقيقة هو جوكر تقدر تعتمد عليه في خط الدفاع، تقدر تعتمد عليه في خط النص، وتقدر تعتمد عليه كمان في خطوط الهجوم. هداف، بيجيب جوال براسه وبرجله، والأهم من ده الحقيقة أنه، وأنا طبعا كل لعيبة الأهلي نجوم الحقيقة، نجوم كبار ومن العيار التقيل، لكن في لعيبه وفي اسماء معينه كده لما بتشوفها في الملعب بتحس انك انت مطمن، وهو واحد من الاسماء دي. كابتن رامي ربيعه ضفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن رامي، واهلا وسهلا بيك في بيتك طبعا، والف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا استاذ احمد، والله مشكور طبعا بالمقدمه الجميله دي، يعني من الشخصيات المحترمه اللي احنا بنحبها. برنامج ناجح، واتمنى طبعا المزيد ليكم ان شاء الله، وفيديو جميل وكلام جميل طبعا. الواحد يا رب كده يبقى محافظ على نفسه ويحاول يقدم المزيد ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الاول يعني هسيبك الاول تهني جمهور النادي الاهلي بالفوز بالبطوله 42. انا عارف انه احساس اللعيبه بالبطوله بيبقى مختلف، بنتكلم على بطولة صعبة بكل المقاييس، على الرغم انكم كفريق طبعا وكجهاز فني قدرتوا تحققوا كتير من الارقام القياسية السيزون ده، وبعتقد سيزون اميز. فنتبارك لجمهورك الاول وجمهور النادي الاهلي، ونخش بقى في التفاصيل. طبعا يعني جمهور النادي الاهلي ده اهم حاجة عندنا، ان احنا يعني بنأدي وبنلعب وبنبقى متحمسين في المباراة عشان نفرح جمهور النادي الأهلي. فأنا بحب أبارك لكم طبعا، وأبارك يعني لكل زمايلي والجهاز الفني والجهاز الإداري والجهاز الطبي وكل الناس اللي ساهمت في البطولة دي، يعني بالدوري ال 42. يعني هي حاجة مش جديدة على جمهور النادي الأهلي، بقت حاجة يعني متعودين عليها الحمد لله. بطولة الدوري يعني أخفقنا مرة واحدة من فترة، بس الحمد لله بعديها خدنا كل البطولات الدوري. يعني نتمنى إن شاء الله المزيد. يعني احنا عايزين بس ان الفترة الجاية نركز اكتر في بطولة افريقيا ان شاء الله، لان دي هتبقى عليها الكلام كله طبعا، والحافز كله للعيبة ان احنا نبقى مركزين في بطولة افريقيا ان شاء الله، لان الجمهور محتاجها واحنا محتاجينها. يعني انا بتهيألي انه يعني وانتوا بتلعبوا بطولة الدوري حاطين دايما في قدام عينيكم وفي اعتباركم انه احنا بنجهز للمشوار الاصعب. خلي بالك يعني. صح يعني حضرتك يعني استاذ احمد بصراحه يعني حطيت نقطه مهمه، ان احنا اللعيبه مضغوطه، لان مش مضغوطه بحاجه سلبيه، لا مضغوطه ان هي مستنيه الماتش ده، ان هم كل واحد عايز يثبت نفسه، وكل واحد بيفكر ان هو الدوري خلصان من يعني بقاله فتره، يعني مش خلصان طبعا يعني كان لسه في الملعب، بس انا بتكلم خلصان نسبيا بالنسبه للعيبه، ان اللعيبه كل واحد بيفكر في حاجات تانية، مش بيفكر في دوري اكتر ما بيفكر ان هو محتاج ان هو يفوق نفسه قبل الماتش، محتاج ان هو مستني ماتش الوداد. فدي حاجه انا شايفها ان هي تحسب للعيبه النادي الاهلي ان هم مركزين لبعد كده. هي حاجه غلط ان لازم كل واحد ياخد ماتش بماتشه. ده ممكن يكون سبب ان احنا الاداء ممكن يبقى نازل شويه، لان احنا علينا ضغوطات ان احنا عايزين نفرح جمهور النادي ونفرح نفسينا، لان كل واحد زي ما قلت لحضرتك انا واخد بطولتين افريقيا، فانا محتاج اخد الثالثه يعني طبعا. مع النادي الاهلي هتفرق معايا في اسمي، هتفرق معايا مع النادي الاهلي طبعا. فكل واحد ليه اهداف هو عايز يوصل لها، فهي دي النقطه اللي احنا كلنا مركزين عليها ان شاء الله الفتره الجايه. ايه اللي بيفرق بطوله الدوري السنه دي على البطولات اللي انت فزت بيها قبل كده؟ بطوله الدوري السنه دي يعني هي ممتعه في ان انت زي ما حضرتك قلت حققت ارقام ما حققتهاش يعني انا كمدافع، يعني بالنسبه لي ان ما دخلش فيا غير 5 تجوان على ما اعتقد او حاجه كده او 8 تجوان يعني. فانت بالنسبه لك يعني انت بتعمل مهمتك وخلاص يعني الحمد لله، والدوري خلصان يعني انت ماشي بانتظام بشكل كويس جدا، انت كفرقه انت حاسس نفسك انك حققت مجهود وحققت ذاتك، فانت محتاج بقى تكمل الارقام دي لما ماتشات الدوري تكمل ان شاء الله. فاحنا برضو هنركز في الماتشات الجايه بتاعت الدوري كان لسه الدوري ما خلص، لان انت برضو عايز تحقق ذاتك وتحقق ارقامك اللي انت مستنيها، لان النادي الاهلي طول عمره يعني خلصنا بطوله او حاجه، لا انت لسه بطوله الدوري شغاله نركز فيها، واللي عايز يفوق نفسه بيفوق نفسه في الماتشات اللي جايه، واللي عايز ناقصته حاجه مثلا في الماتشات يعني. انا عارف يا رامي انه طبعا جهاز فني بقياده فايلر بيتكلم وفي محاضرات وفي شغل كتير جدا، كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كوره اكيد بيتكلم معاكم كلاعيبه، لكن انتوا بينكم وبين بعض والسيزون ده يمكن كان صعب لاكثر من سبب، يعني في اوقات كتيره جدا كان في غيابات كتير التيم الاساسي اللي شال السيزون من اوله. في لعيبه كانت يعني في لعيبه الاسباب ما كملتش المشوار مع النادي السيزون ده، في لعيبه كان عندها اصابات، في لعيبه كان عندها ايقافات. فانتوا لما وانا عارف انك انت بالذات كمان عشان انت متربي في نادي الاهلي،
بتتكلموا مع بعض وبترسموا كده خريطه ازاي ممكن نعدي المشكله دي، او ازاي الماتش الصعب ده، او عطلنا في مباراه، تعادلنا، خسرنا، ازاي بتتكلموا مع بعض، وايه اكتر الحاجات اللي انت بتركز فيها مع زمايلك؟ بيبقى في اجتماعات طبعا بين اللعيبه وبعضها، يعني بيبقى طبعا مستر فايلر والجهاز المعاون لما بيجي يقعدوا معانا، بتبقى اللعيبه بقى لما هم بيخلصوا كلامهم اللعيبه كلها بتقفل على بعض، يعني نبدا احنا نقعد مع بعض من غير الجهاز الفني. احنا لينا كلام معين مع بعض، كل واحد بيبقى عايز يقول حاجه بيقولها، يعني من اساسيات الكلام ان احنا ما نركزش في اي ماتش بنقع فيه، يعني مثلا بس الحمد لله ما حصلش ان احنا ما خسرناش في الدوري غير ماتش واحد، تعادل وغير ماتش واحد. بالظبط كده. فما كانش فيه الكلام او الاجتماعات الكتيره اللي تخليك ان انت تتكلم فيها، غير مثلا كان قبل ماتش الهلال السوداني اللي انا كنت اتذكره، ان كان في شحنه جامده قوي من جمهور الهلال ان انت عايز تكسب لان تطلع الثاني على المجموعه، فانت كنت النادي الاهلي طبعا لازم تصعد تكمل المجموعات، تكمل طبعا في بطوله افريقيا، فانت كان قعدنا مع بعض واتكلمنا ان احنا لازم نهدى، والماتش ده محتاج ماتش لعيبه كبيره، لان هيبقى عليكوا ضغط كبير جدا من الجمهور السوداني، والحمد لله قدرنا نعدي بالمرحله وقدرنا نكسب الماتش ده، يعني تعادلنا 1-1 وصعدنا. يعني عموما من ناحيه الصعوبه بقى، سيبك من الارقام القياسيه، ومن ناحيه الصعوبه، هل بتشوف السيزون ده عليكم كلاعيبه كتيم يعني كان سيزون صعب، ولا زيه زي المواسم اللي سبقت؟ هو كسيزون صعب في بطوله افريقيا، يعني انا شايف كده، انما في الدوري، انت في الدوري كنت مركز قوي في البدايه لان انت كنت عايز تخلصه بحيث ان انت يعني خلاص تقف على رجلك لبطوله افريقيا، لان دي الاهم بالنسبه لنا، يعني انا كواحد من اللعيبه اهم حاجه بالنسبه لي بطوله افريقيا. فالسيزون صعب في بطوله افريقيا، بس يعني ان شاء الله نعدي المرحله الجايه تبقى الدنيا كلها تمام. بس في الدوري انت حاولت تضغط على نفسك ودوست على نفسك، فريحك الدوري، المكاسب اللي في الاول ريحتك بعد كده، فبتلعب من غير ضغوط، وبتلعب وانت مبسوط، وبتلعب وانت كل واحد بيطلع اللي عنده. يعني علاقتك ايه بالجهاز الفني، وتشوف يعني بصمه ريني فايلر مع فريق نادي الاهلي بالنسبه للفريق ككل، وبالنسبه لرامي ربيعه يعني راجل فرق معاك انت شخصيا كمان ازاي؟ لا، الراجل عامل تكتيك معين بنحاول نمشي عليه، اللي هو بننقل الكره من تحت، الراجل فكره برده ما بيحبش ان اللعيب المدافع يطفش كره كتير، فلا هو والتحركات لعيبه الوسط او الهجوم ليهم تحركات معينه، بيحاول يفكر يلعب باثنين فراوده، اكيد حضراتكم يعني شفت الموضوع ده في كذا مروان وبدجي في كذا بالظبط كده، فهو عنده افكار كتيره بيحاول يقدمها وبيحاول نتعود عليها في الماتش، لان احنا النادي الاهلي متعود بقاله كتير ما بيلعبش باثنين فراوده، فمحتاجين برضو وقت ان احنا نتعود عليها، فهو بيحاول ماتش ورا الثاني يدخلها. فهو الطريقه دي اتكلم معاكم فيها انها تجهيز لمشوار افريقيا؟ لا لا، ما اتكلمش، هو بيجرب كده. بالظبط. واحنا كلعيبه بننفذ، يعني انت بتقدم حاجه في التمرين وبتحاول تنفذها في الماتشات، فما بتسالش يعني هي دي تجهيز ايه بعد كده، فانت بتشتغل شغلك من غير ما انت تسال يعني. فانا شايف ان هو شخصيه كويسه، يعني الجهاز الفني كله يعني بصراحه لما بيحتاج واحد بيبقى محتاج حاجه بيتكلم معاهم بصفه وديه، مش بشكل رسمي ان هم جهاز فني وانت كلاعب كوره، لا انت يعني ده اللي منجح الموضوع ان احنا في 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 ناس ممكن تبقى واخده تصور عن فايلر ان هو شخصيه جامده او شخصيه شديده مع الفريق، هل ده انطباع حقيقي عند الناس؟ لا 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 طبعا، يعني هو حتى بنفسه لما بيتكلم معانا بيقول لنا لو حد عنده مشكله او حد ما بيلعبش عنده عايز اوضح له وجهه نظر ان هو ما بيلعبش ليه، يجي يتكلم معايا بصفه وديه، هشرح له الموضوع وهشرح له ايه الاسباب اللي بيلعب او ما بيلعبش او في حاجه ناقصه او مش، يعني لا الموضوع بصفه وديه، لا هو شخص محترم جدا يعني. قضينا فتره كده كان دايما عندنا مشكله قدام، يعني بالذات في الاجنحه، يعني كانوا دايما في غيابات لسبب او لاخر، الحمد لله رجوع الشحات، عوده كهربا من الايقاف الى حد ما ادت اريحيه للجمهور، الاول الجمهور بقى مرتاح ومطمن، وكمان الجهاز الفني كل ما الاوراق معاه بتكتر كل ما بيبقى مرتاح اكتر في ان هو ينفذ فكره. جت عندنا الدنيا ورا ضربت شويه، يعني يعني انت كابتن متولي طبعا اتصاب لفتره، كابتن سعد سمير كان لسه معانا على التليفون وان شاء الله يعني يرجع قريب،
ياسر برضو اكتر من مره اتصاب مره وكورونا مر يعني بالظبط. الدنيا يعني ايه بالنسبه لكم؟ يعني انا عارف انك انت يعني هكلمك يعني على خط الدفاع ككل مش بس على رامي ربيعه. الدنيا ازاي شايفها؟ لا يعني الموضوع زي ما حضرتك قلت الموضوع صعب، ده دليل ان انت مركز في الموسم قوي واللعيبه مجهده. يعني انا الاصابه اللي جات لي اجهاد ان تراكم الماتشات وتلاحم الماتشات ورا بعض ثلاث ايام بالظبط، وانا ما ريحتش. يعني هو الراجل كان مستر فايلر طبعا عامل خطه كده ان اللعيبه تريح، يعني ده يلعب ماتش وده يلعب ماتش وده يلعب ماتش، بحيث ان الماتشات كلها يبقى اللعيبه كلها جاهزه وقريبه من بعض. فانا يعني الماتش اللي هو قال لي هريح فيه كان ماتش الاتحاد. كنا خلاص يعني احنا قايلين من القاهره ان انا هلعب ماتش الاسماعيلي، ومن ماتش الاسماعيلي هيلعب بعديها ماتش الاتحاد هيلعب ياسر وايمن، وانت بحيث ان انا لاعب ماتشات كانت ثلاث ماتشات ورا بعض. فحصل ظروف لياسر طبعا جاله كورونا، فيعني جاله كورونا قبل الماتش بيوم. فالراجل طبعا وانا على الفطار لقيته بيقول لي الماتش جاي هتلعب، فبقول انت قلت لي هتريح، فانا ما اعرفش خالص ان ياسر جاله كورونا. يعني اللي كان على الفطار لسه ما اتقابلناش او لسه ما فيش حد اتكلم، فقال لي لا ياسر جاله كورونا، فافتكرته بيهزر ويعني، فقلت له لا انا مش عايز العب الماتش ده فريحني احسن. فالحمد لله بس جالي شد خفيف في العضله الخلفيه والحمد لله نزلت، يعني كنت ممكن العب الماتش المقصه بس هو فضل يريحني. يعني مطمنا عليك انت دلوقتي، الدنيا بالنسبة لك ايه؟ لا الحمد لله دلوقتي الامور دلوقتي كويسة. جالي شد بس من الدرجة الاولى يعني في ماتش الاتحاد زي ما قلت لحضرتك عشان الاجهاد اللي حصل. وكنت متواجد في ماتش المقص عادي، بس الراجل فضل ان هو يريحني بحيث ان انا الماتش الجاي هبقى موجود ان شاء الله. طب اتكلم على رامي شوية اللعيبة. يعني بالنسبة لك انت بداية، ان انا عارف انك في نص ملعب ساعات طبعا مركزك الاساسي في الدفاع مع نادي الاهلي، لما بتزيد مع الفريق وبتهيالي انت جبت جوال كتير، جبت جوال كتير يعني بتشوط ما شاء الله كويس، بتلعب راسك كويس، فجبت ستايل سيرجيو راموس شويه صح؟ بس السيزون ده ما جبتش جوان يعني ما دي حاجه مضايقاني جدا. بس انت مركزك اساسا فين يا رامي؟ يعني انا اصلا باك رايت، يعني باك رايت. بلعب باك رايت اصلا من الناشئين الاهلي. بدأت ألعب ديفندر لما كابتن زيزو طبعا طلعني الدرجة الأولى، كان عندي 16 سنة فبدأ ألعب ديفندر، فكنت مستغرب يعني حتى لما اتكلمت معاه بصفة ودية قلت لكابتن زيزو الموضوع كبير وأنا ألعب أول ماتش مع الدرجة الأولى هيبقى فيه جري كتير وهيبقى الموضوع المساحات بالنسبة لي مش مختلفة لأن أنا بلعب على الخط دايما. فقال لي لا، يعني هو اللي حطني في الحتة دي وإداني الثقة إن أنا ألعب. طبعا كانت الاسامي تقيله طبعا في ساعتها، فكنت قلقان يعني طبيعي، بس فبالنسبه لي انا كالعب ديفندر غير ملعب مساك تماما. يعني الناس بتقول لك الاداء بتاع رامي ربيعه مثلا ممكن يكون قل شويه، المستوى قل. عايز افهم من الناس ان البوزيشن لما بيتغير من الديفندر للمساك طبعا المستوى لازم ينزل. مش عشان حاجه، المساك ليه واجبات معينه، الديفندر مثلا انا ممكن امسك الكره كتير، اجري بالكره كتير، ابقى تتقطع مني، اظهر في كور كتيره مشتركه. انما المساك يعني ما بيظهرش في كور كتير لان هو بيحاول يلعب السهل. ايوه اقرب كره ليك او بالذات لما تكون في نادي الاهلي كمان، يعني في اغلب الوقت انت بتبقى ضغط على الفرقه اللي قدامك بالظبط، فانت اللي بيظهر نص الملعب والهجوم اكتر في النادي الاهلي. فالناس بتقول لك المستوى قليل، المستوى وحش، المستوى بتاع رامي مثلا مش زي زمان، لان زمان كنت بلعب ديفندر فطبيعي ان انا كل كره مثلا ممكن اخدها اجري بيها بمهاره شخصيه بمهاره فرديه ليا واشوطها على الجون من بعيد، ممكن تيجي جون، ممكن ابقى ظاهر في الصوره. انما المساك مش ظاهر شويه في النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت، لان احنا على طول مهاجمين، فعلى طول لما تجي لي الكره بحاول العب السهل لانها ما تتقطعش مني واخسر فرقتي. فده الفرق، بس ده الخلط بين الديفندر والمساك. فانت بتحاول تلعب السهل وانت بتلعب مساك. وانت في النهايه طبعا الموضوع للجهاز الفني وقرار الجهاز الفني، بس انت لو تحب تختار مكانك في الملعب تحب تفضل خط دفاع وتفضل مساك ولا تحب ترجع دفاع؟ الديفندر بتبقى يعني هي صعبه طبعا، الديفندر فيها جري كتير عن المساك، فيها مساحات ضيقه بالنسبه لك، بس بالنسبه لك الجون مفتوح على طول، انت بتوشك، وانا بحب اشوط بحب اهاجم كتير، فانت بالنسبه لك انا لو بلعب مساك
ما عنديش الاوبشن ان انا ازيد ده كتير. يعني انا لو طلعت مثلا بكوره مثلا من ورا بطلع بيها دريبل مثلا من ورا، هتلاقي مثلا الناس يقول لك ما تخليك في مكانك لو اتقطعت مني سي مثلا، لو اتقطعت مني وانا طالع يقول لك خليك في مكانك ما تقلبش بالكوره. فانت هتلاقي بتسمع الكلام ده كتير لو مساك بيعمل كده، انما لو ديفندر بيعمل كده واتقطعت منه هيقول لك لا عادي، هو طبيعه البوزيشن بتاعه يعمل كده، وارد انه ده يحصل بالظبط، مفيش مشكله. فعشان كده ما بنعملش ده في المساك. يعني لما اجي العب مساك ما بقدرش اجري بالكوره كتير، ما بقدرش اجازف وارقص او اعدي بحد كتير لا تتقطع مثلا واخسر فرقتي. فالاضمن دايما بنلعب في النادي زي النادي الاهلي. البطولات والخبرات بتتنقل من جيل لجيل. خليني ابتدي مع الفتره اللي انت طلعت فيها للفيرست تيم. كان مين الجيل اللي بيلعب ومين الاسماء اللي انت لعبت جنبها او اللي ادوا الرمي من اول ما طلع جرعه ثقه ونصايح او حاجات اتعلمتها منهم في الملعب وبره الملعب؟ لا في لعيبه كتيره بصراحه حضرتها. يعني اول ما طلعت كان موجود لو الناس متتذكر يعني فرانسيس لو انت فاكره السترايكر، وفي غدار ويعني كان في اسامي برده كانت موجوده، بس انا هتكلم على الاسامي طبعا اللي احنا استفدنا منهم كلنا. يعني كابتن محمد ابو تريكه وكابتن بركات ويعني لعبت جنب وائل تقريبا صح؟ اي لعبت جنب وائل وكابتن احمد السيد وحضرتهم كلهم. يعني لعيبه كلها محترمه ولعيبه كلها خبرات، لما بتشوفهم حتى في الملعب طريقه توجيهها لبعض، طريقه كلامهم مع بعض في اوضه اللبس. عدى عليك مواقف صعبه وانت لسه صغير رامي اتعلمت فيها او شفت ازاي اللعيبه الكبيره بتحرك الفرقه وبتخليها؟ طبعا عدى عليا مواقف صعبه في بطوله افريقيا. يعني كان اللعيبه لما مثلا في نهائي افريقيا مثلا كنا هناك كنا بنلعب فريق من جنوب افريقيا على ما اتذكر، اللعيبه لما بتجمع نفسها كابتن عماد متعب كابتن وائل جمعه لما يقعدوا يتكلموا مع الفرقه يعني بتحس ان في حاجه مهمه بكره، ان احنا لازم بتنزل حتى من كلامهم تبقى انت عايز تلعب. يعني انا كنت ساعات انزل الشوط الثاني ما ببداش الماتش بس تبقى انت عندك حافز من كلامهم اللي بيتكلموا بصراحه مع بعض، بتبقى انت عايز تنزل تلعب وتموت نفسك في الملعب. فهم لا جيل يعني حتى احنا دلوقتي لما بنقعد نتكلم مع بعض، بس هو ده اللي احنا بقى خدناه من الجيل اللي قبلينا طبعا، ان احنا بنتكلم مع بعض وان احنا نحاول نستحمل بعض في الملعب، لان في توجيهات كتيره بتبقى في الملعب وشد واعصاب بتبقى مشدوده، فانت بتحاول تهدي الدنيا وتتقبل زميلك او تتقبل التوجيه اللي هو بيقوله لك عشان المصلحه العامه تبقى انت يعني وصلت للي انت عايزه. يعني في الاخر في كلام كتير ممكن يبقى موجود، انت عارف السوشيال ميديا دلوقتي بقت بتحرك يعني وبرده موجوده للجمهور عشان يعبر عن رايه. انا بتكلم على جمهور الكره الحقيقي، سيبك من الحاجات الموجهه او اللي بيسموها لجان الكترونيه او الحاجات اللي بتتحرك باغراض معينه، لكن انت حريص انك تتابع السوشيال ميديا، بتسمع راي الناس، بتتعاملوا ازاي مع يعني لو مثلا بيبقى في انتقادات، لو في حد بيتكلم على مستوى رامي في ماتش معين او في فتره معينه، ده بيأثر على عليك او في بتهتم انك تتابعه؟ في لعيبه بتأثر عليها بس انا كرامي ما بركزش في السوشيال ميديا قوي. يعني مثلا حتى الراجل كان بيتكلم مستر فايلر بيتكلم في الموضوع ده كتير، ان ما حدش يعني هم لو حتى اتكلموا مثلا ان مستوى رامي وحش زي مثلا رامي مثلا ما ينفعش يلعب تاني او رامي مستوى وحش والنهارده يعني يقعد شويه لازم يقعد لازم عندي مدرب هو اللي هيديني القرار في الاخر. يعني كلامهم كل ده لو انا سمعته وقعدت ركزت معاه ولا هيبقى ليه لازمه، لان في مدرب عندي في النادي هو اللي هيقرر، هو اللي هيلعب، هو اللي هيلعبني او هيقعدني. فهم مهما يتكلموا او مهما يقولوا مثلا مستوى رامي كويس ولازم يلعب ورامي زي ما يقعد مثلا وده شخصيه كويسه وشخصيه جامده في الملعب، ومدرب مثلا شايفني ان انا في التمرين مش بادي، شايفني في التمرين ان انا مش كويس في التمرين، هقعد. فكلامهم فرق معانا في ايه؟ فانا واخدها من منطلق ان السوشيال ميديا دي بالنسبه لي ان انا احط صور وان انا بقى ليا اصحابي معينين اتصور معاهم وان انا بتكلم معاهم. انت مين اصحابك القريبين جوه الفريق يا رامي؟ لا في يعني السليه وفي الشناوي وفي علي معلول وحمدي فتحي. الشناوي بيشتكي منك يا رامي يعني أنا. احنا على طول مع بعض في التمرين وفي الماتشات بنشتم بعض على طول. لا يعني هو الشناوي اكتر واحد بيبقى قريب لخط الدفاع فعشان كده تلاقي طبعًا ما بيننا مشاكل كتيره. لا بس هو شخصيه محترمه جدا الحقيقه، عامل سيزون السنه دي ما شاء الله عليه محترم جدا. لا واحد من اهم اسباب فوز الاهلي بالبطوله بصراحه، لعيب محترم وكلهم لعيبه محترمه.
يعني بنتجمع في المعسكرات نلعب بلاي ستيشن، فده بيقرب اللعيبه من بعض يعني. عايز اقول ان هو خسران ماتش يعني بلاي ستيشن اخر مره. ومين اجمد واحد في الفريق في بلاي ستيشن؟ لا في احمد الشيخ لعيب جامد، وحسين الشحات. لا في لعيبه كويس بنلعب مع بعض، بس احنا يعني على قدنا برضه يعني. طب قول لي عموما لما الفرقه نفسها بتحس ان في ضغط يعني في وقت ما بعد الكورونا شويه الاهلي رجع مش بنفس المستوى اللي كان فيه قبل، حسينا في ماتشات بتبقى صعبه، حسينا انه في اداء ممكن يبقى فيه فوز يعني نكسب الماتش بس الاداء ما كانش مطمئن قوي، ده بيأثر عليكم كتيم بقى يعني بتستقبلوا ده ازاي؟ يعني بيبقى في انتقادات حتى وانتوا بتكسبوا او حتى وانتوا متصدرين الدوري، ده برضو بيبقى ليه مردود او رد فعل عندكم؟ لا ده بيأثر على كل لعيب على حالته النفسيه في الماتش، يعني انا اللي بقيم نفسي في الماتش، يعني انا طالع مثلا من الماتش حاسس ان انا ما اديتش اللي عليا، فانا زعلان من نفسي. مش هسمع، مش هستنى حد يقول مثلا رامي ادى وحش او فلان ادى وحش، فلا ده بيأثر على اللعيبه لو هو حاسس ان هو مقصر. أيوة. في المباراه يعني حتى ماتش المقصه يعني حاسين ان احنا مش فرحانين بالدوري يعني بمتعه الدوري عشان الماتش خلص تعادل مثلا. فاحنا كنا حابين ان الماتش يخلص فوز وان احنا نكسب وان احنا نبقى مبسوطين، فكل لعيب هو بيضرب نفسه. مش بانتقادات، الانتقادات زي ما قلت لحضرتك مستر فايلر طلع في المؤتمر قال انه اللعيبه لما عرفت انه الدوري اتحسم يوم قبل يعني خرجوا عن تركيزهم. بالنسبه لك يعني انت بتلعب عشان خاطر تستمتع يعني. فاحنا كنا، انا بتكلم على النتيجه، لو كنا كسبنا كانت هتبقى برضه حلوه واحساسها حلو يعني. انا بتكلم عن النتيجه بس، فانا شايف ان الضغوط اللي هتجيلنا من الانتقادات ما اعتقدش ان في لعيب هيهتم بالانتقادات اللي بتجيله يعني. هيهتم لان في مدرب زي ما قلت لحضرتك هو اللي بيحدد مين اللي مخطئ، مين اللي ماشي صح، مين اللي ناقصه حاجه يزودها. فالانتقادات يعني بنهتم بيها كلعيبه وان بتسمعها بس ما تاثرش عليك يعني. قبل ما ادخل معاك في بطوله افريقيا اكلمك شويه عن الاحتراف. تمام. انت احترفت في البرتغال سبورتنج لشبونه ورجعت تاني للنادي الاهلي. الاول كلمني عن تجربه الاحتراف ودي اضافت ايه لرامي ربيعه؟ لا هي تجربه الاحتراف طبعا طلعت صغير كمان. طلعت وانا عندي 19 سنه. تجربه بصراحه يعني اتمنى طبعا اكررها تاني بره مصر، يعني في مصر ما اعتقدش في حته غير النادي الاهلي يعني. دي رامي؟ لا دي صريحه. لا لان يعني انت زي ما شايف انت النادي الاهلي عمل لك كل حاجه. يعني النادي جابني من الناشئين، خلى ليا اسم، حطني على سلم ان انا ما كنتش احلم بيه طبعا. فدي حاجه ما لهاش علاقه بان بجد او مش بجد، كل واحد اضرب شخصيته وكل واحد اضرب باختياراته. بس تجربه الاحتراف بالنسبه لي يعني لو جت لي مفاجاه مثلا انه حد زي رمضان يعني في تشابه كبير جدا بينه وبين رامي، يعني انتوا الاثنين من الناشئين بالظبط، طالعين من فرق ناشئين، انتوا الاثنين عملتوا مشوار وحققتوا نجوميه. تمام. وكان لكم رصيد كبير جدا عند الجمهور الاهلاوي يعني. فبالنسبه لك كانت علامه استفهام مثلا انه رمضان يفضل انه يلعب في مصر النادي تاني غير النادي الاهلي؟ هو قرار يعني علامه استفهام طبعا هو خدها، بس كل واحد اضرب حياته الشخصيه وكل واحد اضرب بس انتوا اكيد قريبين من بعض يعني. لا بس ما بتتكلمش لعيبه في حاجه زي كده يعني. انا خدت قرار مثلا ان انا امشي واحترف، ما فيش لعيبه هيجي يقول لي مثلا انت ليه خدته دلوقتي وليه قررت ان انت تمشي تروح بره مصر، ما تخليك في مصر دلوقتي احسن. مش هنتناقش مع بعض في الحاجات دي، التفاصيل دي. بس علامه استفهام طبعا، بس هو طبعا اضرب اختياراته طبعاً وتحترم، وهو ليه حريه كامل الحريه الشخصيه ان هو يمشي، هو اضرب ظروفه وحياته كعيله يعني. فانا بالنسبه لي لكن انت مش ممكن تاخد قرار، لا مش ممكن بره مصر يعني. بره مصر لا جوه مصر لا طبعا استحيل. لا طبعا يعني دي صعبه جدا يعني، مش عشان حاجه، مش كلام والله، بس زي ما قلت لحضرتك ان ايه اللي ممكن تعمله، ان النادي الاهلي حطني على سلم المجد وحطني على حاجه انا كنت عمري ما اوصل لها يعني. واستحملني فترات كتيره، فترات اصابتي يعني يعني بيبقى، فطبعا رد جميل على الاقل، مش جميل كمان يعني، انت عارف النادي الاهلي بعيد طبعاً عن رد جميل طبعاً. بس انا بتكلم على ان ليه خير عليا كتير يعني. فلو احترفت لا ما عنديش مشكله طبعا ان انا احترفت، والنادي طبعا عمره ما يقف قدامي. انت عادك مع الاهلي ممتد لقد ايه؟ 3 سنين يعني. 3 سنين. وهل في اتفاق بينك وبين اداره النادي انه لو جالك عقد بره يبقى في موافقه على احترافك؟ لا دي ولا ما بنتفقش عليها، بالعكس العلاقه وديه بين اللعيب والاداره في النادي الاهلي يعني. ما فيش حاجه تتقال يعني. انت شخصيا لعبت في سبورتنج لشبونه، خليني اقف على التجربه دي. تمام. فادتك في ايه وليه رجعت وانت يعني قدامك كان مشوار طويل لسه؟ هقول لحضرتك طبعا. رجعت كان في مدرب موجود ساعتها
ده كان هو اللي شافني وهو اللي طلبني. فعقبال ما الصفقه تمت وعقبال ما رحت وكده فالمدرب ده مشي. وكان رئيس النادي هو عايزني هو كمان. فلما الراجل مشي وجابوا مدرب جديد فطبعا في حته مدربين كده مش عايز يمشي بنفس الدماغ اللي كان المدرب موجود فيها القديم اللي قبل منه. تمام. فانا رحت كان معايا شيكابالا طبعا الفتره دي برده كان معايا في سبورتنج في الوقت ده. فالمدرب عنده قناعات بناس وناس لا. فانا واجهت بقى الحته دي من البدايه ان هو ما كانش حابب شخصيه مثلا رامي، ما كانش حابب اسلوبي في اللعب. بس اللي كان قبل منه كان حاببني، كان هو اللي طالبني ان انا اروح. ايوه. فانا واجهت المشكله دي اول ما رحت في سبورتنج. وغير كده وكده عملت عمليه هناك، عمليه في بطني، فتاق رياضي، دي اللي اخرتني شويه ورجعتني بعد فتره شويه. فبقى الموضوع عندك انت قفلت من النادي، قفلت من مش من الاحتراف بس قفلت من اسلوب النادي او اسلوب المدرب. أيوة. فما بقاش في عمار بينك بين اللعيب والمدرب. فانا لو مش مرتاح نفسيا في الملعب مش هلعب. صحيح. يعني مهما كنت انا فين، لو مش مرتاح نفسيا ومش مهيئ نفسيا مش هلعب. مش هطلع اللي عندي. فدي كانت نقطه المشكله في سبورتنج، ان انا قابلت واجهت مدرب مش حاببني. بس رئيس النادي عايزني. فطبعا رئيس النادي مش هيلاعبني، المدرب هو اللي موجود طبعا. فده اللي حصل يعني. التجربه ما كانتش مفيده؟ تجربه مفيده طبعا. انا استفدت ايه منها؟ استفدت طبعا ان في تمارين وفي اسلوب معين وفي تركيز بطريقه معينه، شخصيتي في الملعب، امتى اكون متحمس، امتى اهدى، امتى اكون عصبي، امتى لا، في ونظام اكل ومثلا طبعا النوم بدري طبعا كلنا عارفينها دي طبعا. بس في نظام مشيت عليه. سهل ان اللاعب المصري بثقافته او باسلوب حياته هنا يتاقلم على حياه الاحتراف في اوروبا لو هو حاببها؟ لو هو حابب النظام هناك ولو هو حابب ان هو يعيش. بس هي سهله. سهله. اصل يعني. في ناس بتطلع بانطباع انه انا بس يعني من اول ما مضيت العقد وسافر العب في اي نادي في اوروبا انا كده خلاص حققت كل طموحي وكل انجازاتي. طبعا في تفكير كده زي ما حضرتك بتقول. بس لا، هي صعبه في انك تقدر تكمل الرولز اللي انت هتمشي عليها. انما لا، هي سهله للي عايز، للي حاطط في دماغه هدف وعايز يوصله. لا سهله يعني. فانا مش بتحلم انه التجربه دي تتكرر مره ثانيه؟ طبعا. لسه أتمنى. هدف قدام رامي ربيعه. طبعا. طبعا. كم سنه يعني رامي دلوقتي؟ انا 27 سنه. لسه صغير يعني. بالظبط. يعني فلو جت اوكي يعني. النادي الاهلي اكيد مش يعني ما اعتقدش ان هيبقى في خلاف بيني وبين. انا بيتهيألي كمان السنين ال 10 سنين اللي فاتوا تقريبا رفعوا معدل اعمار المدافعين. يعني كان زمان يقول لك الجول كيبر ممكن يلعب لغايه سن معين كبير. فاهم يعني بالزبط. ممكن بنشوف بوفون مثلا، نشوف حضري عندنا في مصر. حضري طبعا اسطوره. اسطوره طبعا. كمان ابتدى المدافعين يعني ابتدينا نشوف اكتر من مدافع على مستوى العالم بيلعبوا لسن كبير. بالظبط. ده يديك امل ان انت مثلا لو في حاجه جات لي بره طبعا تحب او بتحلم تلعب فين بره؟ لا يعني الدوري الانجليزي طبعا. ده حاجه تانية بصراحه يعني. ده احنا عندنا لعيبه فتحت ابواب كتير يعني. عندنا حجازي، عندنا محمدي، محمد صلاح، نني وتريزيجيه. في لعيبه كتيره يعني ما شاء الله ربنا يكرمهم طبعا. متواصل معاهم؟ لسه في تواصل يعني؟ طبعا تريزيجيه وحجازي يعني من ولاد نادي. والنني برضه. والنني طبعا. النني كان بيلعب معانا في الناشئين. في تواصل معاهم لغايه دلوقتي؟ بنتكلم كلنا في يعني لما بيحصل في حاجه ما بيننا بنتكلم، بنبعت لبعض، بنعيد على بعض. لا يعني في تواصل ما بيننا يعني. اخدك بقى شويه لبطوله افريقيا. يلا بينا. بطوله غايبه بقالها بالتالي ده يعني زود شويه كتير طبعا بالنسبة كتير بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا. وبالتالي زاد شويه بالنسبه للجمهور. انا بتكلم من وجهه نظر الجمهور. احنا محتاجين ناخد البطوله. البطوله بالنسبه لنا اتاخرت علينا. دي حقيقه وحقهم. فده بالنسبه لك يمثل ضغط ولا يمثل حافز؟ يعني بالنسبه لك حاجه ايجابيه ولا بالنسبه لك حاجه سلبيه؟ لا، هي بالنسبه لي انا حاجه ايجابيه طبعا. حاجة إيجابية. ان انا اخدها ان انا افرح ناس وافرح انا حاجه زي ما قلت لحضرتك. انا واخد بطولتين افريقيا. فلو خدت الثالثه تتكتب لي يعني. دي حاجه حافز ليا ايجابي ان انا اشوف فرحه الناس واشوف ان انا حققت لهم حاجه هم عايزينها وانا حققت حاجه لنفسي انا عايزها. فانا شايف ان هي حاجه ايجابيه. وهم حقهم طبعا. سبع سنين كتير على النادي الاهلي يعني. هي معنده شويه يعني. احنا سبع يعني سنين دول كنا قريبين بالظبط يعني. كانت قريبه في مرتين او في مناسبتين بيتهيألي. فانا شايف ان الناس بتخالط بين الدوري وبطوله افريقيا ان الاداء مثلا هيبقى وحش فانتوا هتعملوا ايه في افريقيا. كل ماتش ليه ظروفه يعني. يعني مثلا
يعني ممكن تلعب يعني ماتش النهارده تبقى وحش جدا، تيجي بعديها بيومين ثلاثه تلاقي نفسك المعدل بتاعك بقى مختلف عن الماتش اللي قبله. ليه؟ لان كل واحد ليه ماتش، ليه تركيزه وليه اسلوبه وليه تجهيزه وانت شايفه عامل ازاي. لا والدوافع بتفرق بالزبط. يعني انت وانت بالزبط. بتلعب ماتش عارف ان ما في عندك الماتش ويتوقف على الماتش ده فوز ببطوله افريقيا، غير لما تلعب صح. ماتش انت عايز ثلاث نقط او يعني او نقطه عشان كلامك مظبوط طبعا، بيديك حافز ان او دافع انك تلعب وتموت نفسك. فانا اتمنى طبعا ان بطوله افريقيا ان شاء الله تبقى لينا باذن الله. ماتش الوداد بيقولوا عليه نهائي مبكر، يعني لان دايما نهائياتنا مع الوداد وماتشات مع ماتشاتنا مع الوداد طبعا بالزبط. يعني احنا بتهيألي الوداد والترجي بالنسبه لنا خلاص بقينا يعني كلاسيكو افريقي يعني زي ما بيقولوا. واحنا خسرنا نهائي 2017 بتهيألي قدام الوداد مظبوط. الماتش ده بتبص له ازاي؟ وهل شايف انه طبعا احنا بنحمد ربنا انه ماتشات الذهاب هتكون في المغرب، او ماتش الذهاب هيكون في المغرب وماتش الاياب هيكون في القاهره، ده بتهيألي شويه من وجهه نظر اللعيبه يديكوا افضليه. بس خلي بالك، لا من وجهه نظر اللعيبه بالظبط، انت حاطط هدفك البطوله، يتلعب فين بقى؟ يتلعب في المغرب، في مصر، في اي حته، انت مش فارق لك، انت اهم حاجه عينك على البطوله. ويعني فما بتفكرش في القديم، يعني انت لو فكرت في الماتش بتاع يعني الخساره بتاعت النهائي، لا طبعا ما فكر لهاش، بالعكس دي تديني حافز ان انا اموت نفسي واكسب. لان انت عمرك ما كسبت غير مره، او يعني في الفتره الاخيره عمرك ما كسبت مثلا الوداد في الوداد يعني في المغرب غير مره مثلا وانا اللي كنت جايب الجون يعني. يعني اتمنى ان انا اكررها ان شاء الله الماتش الوداد باذن الله، يعني حافز ليا ان انا اكررها. يعني نتمنى طبعا قدها قدود. مشوار افريقيا السنه دي، انت يمكن ذكرت على وجه التحديد ماتش الهلال، ماتش سان داونز او مواجهه سان داونز ذهابا وايابا، كانت بالنسبه لكم ايه بعد طبعا ما كانتش لطيفه بالنسبه لنا في السيزون اللي قبل؟ ده كان بالنسبه لي ان هي حياه وموت يعني. اللعيبه كلها كانت متحمسه، حتى كان باين من وشوش اللعيبه في المباراه. يعني انا ما لعبتش الماتش اللي كان في القاهره، بس باين من واحنا في الاوتيل ان اللعيبه مركزه، واسلوبنا في الماتش ان انت عايز تعمل حاجه، ان عايز تبين للناس إن ده اللي انا بتكلم فيه، اللي هو ظروف ماتش، هي ظروف ماتش حصلت عمرها ما تتكرر تاني، عمرها استحاله تتكرر تاني. فده اللي احنا كنا عايزين نوصله للجمهور ونوصله للناس ونثبت نفسينا ان انت بتدافع عن اسمك وبتدافع عن 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 اسم النادي طبعا في مباراه سان داونز. فانت هنا كنت مركزين جدا ان انت تخلص المباراه من هنا، عشان احنا عارفين الصعوبات اللي هنقابلها هناك من جو وملعب وجمهور. فحبينا ان احنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا وخلصنا الماتش من هنا، كنا كسبانين 2-0، قدرت هناك الحمد لله تتعادل برده 1-1. فالموضوع بالنسبه لنا ان احنا خدنا حقنا، وخدنا انك رجعت هيت النادي الاهلي تاني، وانك فهمت الناس ان ده مجرد ماتش. يعني الواحد بيحصل له دروب وكل حاجه، بس الحمد لله قدرنا نرجع هيبه النادي الاهلي تاني. فرقه النادي الاهلي من وجهه نظرك حظوظها ايه في انها تحصل على البطوله السنه دي؟ طب مواجهه الوداد، ومين اللي تفضل انك تقابله ان شاء الله بعد ما نتاهل للماتش النهائي؟ تفضل انك انت يكون يعني تلعب مين، الزمالك ولا الرجاء؟ لا انت زي ما قلت لحضرتك، يعني تفكيرك في البطوله ما بتخلكش حاسس ان انت تقابل مين، انت على طول التفكير اللي جاي ده انت هتلعب الوداد، تفكر ماتش بماتش. وده بقى اللي محتاج يتفكر ماتش بماتش. يعني بالنسبه لك هو شوطين، الشوط الاول في المغرب والشوط الثاني في القاهره، ما بتفكرش بعديه بعد كده. بعد كده ما مش فارق مش في حساباتك مين. يعني مش فارق مين، المهم انت الشوط الاول عندك في المغرب لازم تركز فيه جدا، ولازم تطلع كل اللي عندك، وكل لعيب يطلع اللي عنده. فنتمنى التوفيق لنا ان شاء الله. طب انا عايز اسالك اخر سؤال في افريقيا قبل ما اتكلم بقى على رامي بعيدا عن الكره تماما. فايلر في افريقيا معاكم عامل ايه؟ لانه في ناس كتير جدا كانت يعني معترضه، راجل جاي من سويسرا او جاي من يعني هو سويسري طبعا، جاي من بلجيكا، بالنسبه له تجربه مختلفه يعني. وبعيد عن افريقيا وما دربش انديه في افريقيا، وما عرفش طبيعه المسابقات وطبيعه الجو المنافسه في افريقيا. هو الراجل ماشي معاكوا ازاي فيما يتعلق بدوري الابطال؟ يعني اعتقد دلوقتي بقى عنده خبره كافيه ان هو فهم التفكير الافريقي بقى والماتشات والجو والاجواء اللي بتحصل هناك. فلحد دلوقتي هو محقق اللي هو جاي عشانه، واتمنى ان احنا نكمل على كده. وانا مش شايف ان في اختلاف، بالعكس انت هو قابل فرق صعبه جدا وقدر يتخطاها زي سان داونز زي ما اتكلمنا من شويه. فلا انا شايف ان هو ماشيين بشكل كويس، واتمنى الاستمراريه. نتمنى ده طبعا. خلينا نروح لفاصل وكلامنا وحوارنا مع كابتن رامي ربيع نجم النادي الاهلي وبطل الدوري المصري السنه دي، ممتد ومستمر في السادسه، بس بعد ما نروح لفاصل مع حضراتكم ونرجع على طول.
مره ثانيه برحب بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا وبنبارك وبنهني طبعا البطوله 42 من الدوري المصري، وبنرحب مره ثانيه بكابتن رامي ربيعه نجم النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن رامي. اهلا بيك يا استاذ. احنا يمكن واحنا بنتكلم على سبورتنج لشبونه ما كملتش، انت قلت لي عندك حلم انك تكمل بره ونفسك تحترف بره، ايه الدوري اللي شايف انه رامي ممكن يبقى عنده فرصه يلعب فيه او يتمنى انه يلعب فيه، وايه النادي او الفريق اللي تحب انك انت تلعب او تنضم ليه؟ لا ما بيبقاش فيها حاجه محدده في دماغك يعني اكتر ما يعني ما عندكش مانع مثلا تبتدي في دوري صغير مثلا دوري بالظبط؟ ما عنديش مشكله، ما عندكش مشكله طبعا. يعني هي البدايه بتيجي من ان انت بتبتدي يعني بحاجه صغيره، بعد كده بتكبر مع الوقت يعني، ده طبيعي. فما عنديش لا مشكله طبعا ان الواحد يبدا بالتدريج يعني. فما فيش حاجه معينه في دماغي ان انا اروح مكان معين يعني. ده يرتبط بمقابل مادي يعني، هل من الضروره ان يبقى في عرض مغري ولا ممكن تضحي بالماده على حساب اسم النادي اللي انت ممكن لا ممكن تلعب اضحي بالماده بحيث ان انا مستقبلي بعد كده هقدر ابنيه انا يعني زي ما انا اوافق عليه، بس على حسب برضو طبعا النادي، ويبقى في ارتياح نفسي بين النادي الاهلي والنادي اللي انا هروحه طبعا. لان هيبقى طبعا اهم حاجه النادي الاهلي هنا اللي هو اللي يوافق طبعا. طبعا يعني طبعا. ما بقاش انا مثلا ممكن اعمل مشاكل واقول لك لا انا لازم امشي او حاجه، لا طبعا موافقه النادي هنا طبعا، وان النادي اللي هناك يبقى في تعامل ما بينهم. فساعتها ما يتهيأليش انه النادي واقف في يوم من الايام قدام مصلحه لعيب يعني. ما دام العرض اللي متقدم يليق باسم النادي الاهلي ويليق باسم اللعيب، ما بتهليش في وقع من يعني حصلت انه ما اعتقدش ان في حاجه يعني النادي الاهلي عمره ما يقف قدام حد يعني. يعني بيبقى لما انا جيت سالت مثلا، لما اتسالت عشان امشي اروح سبورتنج يعني، كنت حابب يعني هم لما سالوني حابب تروح سبورتنج، قلت لهم يعني حابب ان انا اجرب وانا لسه صغير. فيعني بكل بساطه قالوا لي خلاص الموضوع هيمشي وما تستعجلش، واحنا بس بنتكلم ان انت نعززك وتروح ان انت نتكلم في حته الفلوس ونتكلم دي، واحنا هنمشيك وانت يعني عزيز عندنا يعني. ايوه. فحسيت ان هم فعلا بيعملوا في مصلحتي يعني، فالنادي الاهلي ما تاخرش لحظه يعني بالعكس. فعشان كده بقول لحضرتك لو جه الموضوع تاني عن طريق النادي، اهم حاجه النادي هو الاول يبقى مرتاح نفسيا للموضوع، لان هو اللي هيبقى في تعامل ما بينهم، ما بين النادي اللي انا رايحه والنادي اللي موجود في يعني والنادي الاهلي. مين المدافع المفضل بالنسبه لك يعني مش بس في مصر، على مستوى العالم يا رامي؟ يعني مين من المدافع بتحس انك انت نفسك توصل لمستواه، او انه طريقه لعبه شبه طريقه لعب رامي ربيعه ونفسك في يوم من الايام تبقى حاجه يعني تعمل ايش؟ اسم محدد يعني، في مدافعين كتيره يعني الواحد بيتعلم منهم يعني، ما تقدرش تقول واحد محدد. طب في مصر الاول مين اكتر؟ كابتن وائل جمعه طبعا. كابتن وائل جمعه طبعا، ده البوس يعني بتاعنا. وهو شخصية جميلة جدا يعني، هو صديق يعني، لما بيحصل حاجة بكلمه طبعا، كلنا بنكلمه يعني. أيوة. أنا وسعد يعني، هو شخصية محترمة جدا يعني. هو لو مش شخصية محترمة ما كانش وصل إنه يبقى بالزبط اسم كبير زي وائل جمعة. مجتهد طبعا، ويعني شخصية الموضوع قوية. مش بيتهيألي مش كورة بس يا رامي، الموضوع مش سهل، صعب جدا. لا ومش كورة بس يعني، الموضوع مش كورة، الموضوع شخصية وأسلوب حياة وطريقة تفكير. بالظبط يعني. كابتن وائل جمعه يعني مثال للتفكير القوي، وان هو مصر ان يوصل لحاجه معينه ووصل لها، ويعني ربنا يكرمه ويزيده يا رب. بتفرق قصه انه لعيب يشتغل على نفسه بره الملعب زي ما بيشتغل على نفسه جوه الملعب؟ طبعا بتفرق، لان انت كتير فبتعوضها في الكوره، ان انت مثلا سهر او خروج مع صحابك، او انت شايف مش مركز. شايف انه حياه لعيب الكوره صعبه؟ طبعا. شايف حياة الكرة، لعيبة الكرة صعبة جدا، من أكل، بتحرم نفسك من أكل، من حاجات كتيرة، طول الوقت مش موجود مع أهلك، معسكرات كتيرة طول الوقت، سفر كتير، أنت حتى بتسافر بتبقى قاعد في أوضتك، بتبقى مركز في الماتش 24 ساعة، أنت ما قدامكش حل غير إنك الماتش مثلا لو بتحاول تفك شوية مع إحنا مع بعض مثلا بتبقى وقت قليل، إنما أنت بتروح تقعد مثلا بالأسبوع مثلا في أوتيل أو في حاجة في معسكر، فالموضوع لا بيبقى صعب يعني. يعني انتوا لما بتروحوا معسكر ما بيبقاش في وقت انكم حتى بره التمرين وبره لا ما بنخرجش طبعا، ممنوع الخروج، بس احنا بنتجمع بقى عند اوض بعض بنتكلم بنقعد في اوضه مين؟ انت مين بيقعد معاك في الاوضه لما بتروح معسكر فريق؟ لا في الفتره دي كل واحد بيقعد لوحده عشان الكورونا، لكن قبل كده يعني طول الوقت صالح جمعه يعني. مين اكتر؟ صالح جمعه. لانه معايا من واحنا صغيرين يعني، صالح معايا من وانا عندي 14 سنه او 13 سنه كمان. فصالح عارفين من بعض من واحنا صغيرين، كان هو برده في ام بي وانا في الاهلي، فكنا دايما مع بعض، ولما بنروح منتخب شباب كنا مع بعض برده. فلما كبرنا وجي الاهلي فبقينا بنقعد برده في اوضه واحده. وقبل صالح ما يجي الاهلي كنت بقعد مع صبري الرحيل. مع صبري الرحيل. صالح ايه بتتكلم معاه؟
بنتكلم معاه لانه جيلي كوره يعني في الكوره طبعا يعني ما بقول لحضرتك هو جيلي وطبعا هو عارف يعني هو عايز ايه من 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 حياته وهو شخصيه محترمه وشخصيه يعني هو يعني غلبان يعني لما تيجي تتكلم هو تفكيره ولعيب كرة تقيل جدا وتفكيره يعني غلبان وهادي بس ساعات بيتجنن كده شوية بس يعني لا أتمنى له طبعا التوفيق وأتمنى إيه أكثر أو أهم نصيحة قلتها له وتحب تقولها له دلوقتي قدام ملايين الأهلاوية اللي بيتابعوك يا رامي؟ لا يعني أتمنى له طبعا أن هو يركز في حياته الكرة زي ما احنا اتكلمنا من شوية لأن حياة الكرة صعبة جدا فأتمنى له أن هو يركز فيها هو طبعا الفترة دي بقى مركز فيها كويس جدا وبيتمرن بشكل منتظم في النادي وفي الجيم شايف أنه صالح ممكن يبقى جاهز قبل نهاية أفريقيا؟ يعني ممكن يخش فورما الفترة دي هو ماشي كويس في الجيم وبيتمرن كويس مع الفرقة ومركز في الفترة دي كويس جدا يعني احنا شايفين ملاحظين ده في التمرين فلا اتمنى له طبعا التوفيق وهيفيدنا كتير يعني والعلاقة بينه وبين فايلر بتشوفها ازاي؟ لا علاقة كويسة يعني حتى الراجل بيديله حاجات ان هو يتمرن في الجيم ويتمرن بعد الجيم وفي لو تمرين لوحده بيمرنه فالراجل مهتم بيه والراجل بيديله حاجات ان هو يزود مع نفسه لان ده طبيعي لان لو انا بعيد لو انا رامي بعيد عن الفرقة طبيعي هاخد حاجات من المدرب ازود فيها مع نفسي فده اللي بيحصل مع صالح فاتمنى له انه يرجع بالسلامه ويعني يرجع لنا والله واحنا كمان نتمنى واحنا كمان والجمهور الاهلي كله يتمنى طيب وائل جمعه جوه بره بقى بقول لحضرتك يعني في فان دايك في لعيبه كتيره بقول لحضرتك بتشوفها كارلوس بيول مثلا من روحه ومن شخصيته فانت بتاخد من كل واحد الحاجه الميزه اللي فيه وبتحاول تقلده وبتحاول تبقى قريب منه انت من اللعيبه اللي بتحس بروحها في الملعب يا رامي يعني بعيدا ما بحسش بنفسي في الملعب لا المشكله لا إن, أنا ان انا على طول عايز ان احنا نكسب فما بحسش بنفسي ما بحسش بتصرفاتي بس دي معناها ان انا عايز اكسب ما بحبش اخسر يعني الحمد لله من صغرنا واحنا في النادي الاهلي ما تعودش ان انا اخسر يعني بطولات الناشئين لما بنخسر دي بتبقى جريمه يعني كابتن بدر رجب معلمنا يعني اللي هو الخساره دي مشكله فانت بتكبر يعني موجود دلوقتي بتلاقي نفسك بتلعب بحماس وبقوه وما بتفكرش في ان التدخلات بتبقى عامل ازاي بتبقى بتفكر ان انت لازم تكسب يعني ممكن اترقص عادي ما عنديش مشكله انا تفكيري لو هخش جامد على حد ويرقصني ممكن حد يبقى جنبي ياخد الكوره فاحنا حققت اللي انا عايزه خدنا الكوره في الاخر ده فاهم ما بفكرش في نفسي ما بفكرش مثلا ايه لا انا مش هخش عشان ما اترقص لا انا لو فكرت في كده مش هلعب كوره انا بفكر عشان احنا ناخد الكوره ممكن انا اضغط عليك بحيث ان انا ازنقك مثلا او بالكلام ازنق منك يعني احجمك عشان حد تاني يجي ياخد منك الكوره يبقى احنا كده استفدنا في الاخر ما يتقالش ان رامي اترقص لا مش مشكله قول اللي تقوله المهم احنا خدنا الكوره بس ده اللي يفرق معايا بمناسبه كابتن بدر رجب انت بالتاكيد طبعا في مدربين كتير جدا اتمرنت معاهم يعني قطاع الناشئين طبعا برضو عديت على اسماء كتير منها مصريين منها اجانب مين الناس بيبقى فيه طبعا انا عارف لعيبه الكوره بيبقى فيه مدرب او مدير فني هو حاسس انه الراجل ده نقله في حته تانية حط معاه بصمه او نقل ونقله معينه طور من ادائه بشكل كبير وانا عشان عديت بمراحل كتير ففي كذا حد لان انا ما كنتش بلعب في الناشئين ما كنتش بلعب في سني بس يعني انا كنت عندي مثلا 14 سنه كنت بلعب مع ال 14 وال 15 وال 16 وال 17 فانا كل دول مدربين بعدي عليهم فانا يعني فانت ما تقدرش تقول حد محدد لا ولما تلاقي الدرجه الاولى بس هو يعني اللي ليه الفضل يعني 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 كابتن عزيز عبد الشافي وطبعا كان ساعتها كابتن عماد النحاس كان تحت في قطاع الناشئين وبعديها بقى جوزيه بدا يطور من تفكيري وبدا يطور من ادائي وبدا ان هو يفهمني ان انا مش ناشئ يعني كان عندي 18 ولا 17 سنه بيكلمني وكان انا راجل كبير يعني كنت انا لسه صغير يعني صغير جدا بالنسبه له فكان بيتعامل معايا ان انا لا راجل كبير ولما بغلط بيحاسبني عقاب شديد ويقعدني بالماتشات ما العبش يعني ما كانش بيهزر معايا فده كون شخصيتي ان انا اعتمد على نفسي من صغري فلا جوزيه بصراحه كنت مخضوض اول لما رجع يعني كنت فاكر ان هو يعني كان انطباعات ان جوزيه ما بيكره الناشئين ولازم هينزل الناشئين اللي موجوده في النادي فانا بالنسبه لي اول ما جه كنت قلت دي هتضلم خدت شنطتي ورجعت الناشئين باحترامي لعبت معاهم كان عندنا ماتش الزمالك في حلمي زاموره كان سني يعني فكنا لازم نكسب الدوري لو كسبنا الزمالك يعني فروحت العب معاهم الماتش ده كان جوزيه كان لسه جاي فلقيتهم من نفسهم بيكلموني بعد 3 ايام بعد الماتش بيقول لك تعالى درجه اولى تاني يعني ارجع تاني وعايز يشوفك عامل ماتش ودي وعايز يشوف اللعيبه اللي كانت موجوده فما صدقتش يعني فروحت وحاولت ان انا اثبت نفسي وحتى الماتش ده حاسس ان انا ما لعبتش يعني مش بادائي كنت خايف طبعا ان انا اظهر بشكل وحش
فكنت بلعب بتحفظ يعني. ففوجئت ان بعد الماتش بيقول لي انت كنت كويس وهتكمل معانا الفتره دي وانت موجود معانا في الفرقه يعني. هو جوزيه طبعا بحكم التاريخ وبحكم البطولات بتهيألي الفتره اللي هو تولى فيها المسؤوليه بالذات الفتره الثانيه كمان كانت فتره يعني صعبه ذهبيه يعني. اكتر حاجه بتميز جوزيه كمدير فني يعني الكاركتر اللي تقول اتمنى في كل مدير فني يشتغل معانا يبقى عنده الحته دي، مساوي اللعيبه كلها ببعض، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، دي اهم حاجه في الكوره يعني. يعني انا ما بلعبش مش عايز احس بان اختلاف في تعامل المدرب معايا. يعني انت تعامل معايا عشان رامي مش عشان انا مثلا انت بتحبني فانت هتلاعب رامي النهارده عشان محتاجه، لو مش محتاجه مش ههتم بيك ومش ههتم بيك في التمرين، مش ههزر معاك. لا جوزيه كان بيتعامل مع الناس كلها زي بعض، اللي بره زي اللي جوه، فعشان كده يعني خالق منافسه بروح حلوه يعني. اللي ما بيلعبش عارف ان فرصته هتيجي وفي نفس الوقت شايف في تمرين بيتعمل وشايف في معامله كويسه بيتعامل، فما كانش في اختلاف بين اللي بيلعب واللي ما بيلعبش. لو خدتك لجزئيه ثقافه اللعيب المصري شويه يعني، شايف كواحد من الجمهور يعني مش بس كلاعب يعني، احنا طبعا مصر ال 100 مليون بيحبوا كوره وبيحبوا يتفرجوا على كوره وبيتابعوا كوره، والنهارده كمان بقى في ثقافه اوسع وبقينا بنتابع دوريات في اوروبا وكده، شايف ايه اللي ينقص اللعيب المصري عشان يبقى منتشر في كل الدوريات الاوروبيه وعشان يبقى عندنا زي صلاح وغيره يعني لعيبه بتلعب في مان يونايتد ومان سيتي وبرشلونه وريال مدريد؟ هو الحاجات اللي بتبقى ناقصه اللعيب او ناقصه رامي عامه او ناقصه اي حد ان هو يركز زي ما حضرتك قلت بره الملعب. بره الملعب دي تبقى مهمه جدا، انك تحافظ على نفسك، تحافظ على جسمك، على تمرينك، تزود مع نفسك الحاجات اللي ناقصاك. الجيم ده حاجه مهمه جدا في حياه اللعيب الكوره، ان هو بتوقفك على رجلك، بتمنعك من اصابات، بتخليك مركز على طول. فانا شايف ان في حاجات تانية بره المستطيل الاخضر لازم تتعمل للعيب الكره ان هي بتوقفه على رجله. فيعني اتمنى ان اللعيبه كلها تقدر تحط التارجت في دماغها انها توصل له يعني. وانا واحد من الناس حاطط حاجه في دماغي نفسي اوصل لها يعني. بالتوفيق طبعا والنجاح، نتمنى لك كل خير. انت واحد من يعني بتهيألي في الفتره الحاليه من اهم وابرز المدافعين في مصر مش بس في النادي الاهلي، وتستحق كل خير. لو اتكلمت معاك على هرجع تاني الماتش الاهلي والوداد في افريقيا، شايف ازاي السكواد الموجود ممكن يبقى جاهز او بيحضر الفتره اللي جايه؟ عندنا تقريبا شهر حسبنا بطوله الدوري، شايف انه الفرقه تستعد ازاي او ايه افضل استعداد ممكن نادي الاهلي يعمله الفتره دي عشان يجهز لماتش الوداد؟ يعني انا من وجهه نظري، انا مش مدرب يعني، انا من وجهه نظري ان لو لا يعني انت السيزون ده انتوا حاسين مثلا الفرقه كانت مضغوطه جدا، ضغط المباريات، محتاجين فرقه ترتاح شويه بالظبط يعني. انا كنت لسه اقول لحضرتك من وجهه نظر ان في لعيبه مثلا محتاجه تاخد راحه، محتاجه تسافر، لان في لعيبه كانت بعيده محتاجه تاخد فرصه عشان تاخد فرصه في فتره الماتشات اللي هتتلعب في الدوري. في لعيبه محتاجه تاخد فرص، او في لعيبه محتاجه ترجع مستواها، كانت مصابه ورجعت محتاجه تلعب الماتشات الجايه يعني. نتمنى لهم طبعا ان هم يبقوا سلام اهم حاجه. الماتشات الجايه تحاول ان هي توقف ناس كتيره ونصلح غلطات فيها، فهتبقى الماتشات الجايه تجربه كويسه جدا ومفيده واحتكاك رسمي كويس لماتش الوداد ان شاء الله. لما لعيب من وسط الفرقه بيقع او بتحس ان هو تحديدا في ضغط كبير جدا عليه، بتتكلموا مع بعض ازاي؟ يعني ده ممكن يحصل، مش عايز اقول اسماء بصراحه، بس يمكن حصل كذا مره مع كذا لعيب السيزون ده، حد في الدفاع ورا، حد في الهجوم قدام، يعني انت فاهم طبعا. بتتعاملوا معاه او بقيه الفريق بيتعامل معاه ازاي او بيتكلم معاه ازاي؟ هي بتبقى كل واحد بيتكلم على انفراد مع اللعيب ده يعني. انا لو حصل لي مثلا دروب بتلاقي مثلا حد يجي يتكلم معايا، رامي لا ما تركزش في الماتش اللي فات، دي ظروف ماتش وانت عارف دي دروبات بتحصل ولازم تركز في اللي جاي لان اللي جاي مهم. الكلام ده طبيعي يتقال لان بيدي حافز وبيدي ثقه في النفس انك تركز في بعد كده، لان اللي حصل خلاص حصل ما تقدرش تغيره يعني. انا لعبت وحش ماتش وعملت مشاكل كتير وعملت انا لو بفكر زي الجمهور ان انا ازاي اعمل الغلط ده وانا في الماتش نفسه هعمل نفس الغلط تاني وهغلط اكتر، انما لازم ما تفكرش في الغلط. عملت غلط خلاص يعني، كلنا بنغلط ده طبيعي في الكوره، لازم تغلط لازم
يعني طبيعي هتباصي غلط وطبيعي هتخطا. فدور زمايلي ان هم في الماتش يحمسوني يتكلموا معايا، لا نركز في اللي جاي، اعمل كوره كويسه، تلاقيهم كلهم بيشجعوني. فدي النقطه اللي بتبقى كويسه لو بتلاقي جروب معاك بيشجعك ومستني لك انك تبقى احسن دايما. منتخب مصر بالنسبه لك ايه، وايه اكتر المحطات اللي بتشوفها يعني كانت مميزه بالنسبه لك مع المنتخب المصري؟ يعني منتخب مصر طبعا انا حضرت يعني برضو من الناشئين فيما فوق للدرجه الاولى. يعني عندنا منتخب شباب هيلعب او منتخب اولمبي هيلعب اولمبياد السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله. فانا كانت احسن خطوه بالنسبه لي انا يعني تصفيات كاس عالم، ده كان احسن ماتش ليا في حياتي يعني احساس وكجمهور وكالناس ملهوفه ان ندخل كاس عالم. فانا كنت محظوظ ان انا لعبت المباراه دي كسبنا 2-1، فده كان احسن فتره كانت مع مستر كوبر. فطبعا لا منتخب رغم ان كوبر يعني احنا الكره المصريه كلها مرت بكبوه فتره من الفترات لاسباب كتير حتى ما لهاش علاقه طبعاً بالرياضه، لكن لما كوبر جه وصلنا معاه نهائي امم افريقيا ووصلنا معاه كاس العالم، الراجل لم يسلم من حاله هجوم. ده اللي بقول لحضرتك يعني الراجل من اول يوم وفي الماتشات كان بيتهاجم بس هو ما اهتمش. ده اللي انا بتكلم فيه، يعني انا بتكلم نفسي، انا يعني بقول لنفسي ان انا لازم ما اهتمش بكلام الناس بالنقد او بحاجه كويسه. لو حتى قالوا لي رامي ده جامد جدا ولا اهتم. يعني انت لما تشكر فيها حاجه هتتغير؟ ايوه. او هتتكلم لا بتفرق برضو مع اللعيب يا رامي ازاي بقى يعني نفسك. يعني اكيد ما طبعا ملهاش علاقه بثقه بنفسك، بس لما تسمع اشاده بمستواك او ده بيديك دافع وحافز، بس انت والعكس صحيح. ما انت ممكن الفرحه الزياده دي تديك ثقه في نفسك يعني زياده فتبقى انت وحش. انت عايز تقولي انك ما بتسمعش حتى؟ ما في اوقات كتير جدا انا ممكن ما يبقاش هجوم، انت بتسمع بس ما بتحطش في دماغك. ممكن ابقى انت بتسمع؟ طبعا بسمع، طبعا بسمع، بس ما بتحطش في دماغك، ما بتهتمش بيها. مش كل وقت اللي انت بتسمعه بيبقى هجوم. لا مش هجوم، كهدف حد ذاته ممكن تسمع انتقاد كمان. يعني انا ممكن حاجه بحب رامي جدا ومقتنع بيه جدا، بس انا ممكن انتقد في رامي في ماتش، اقول النهارده رامي ما كانش كويس في الحته الفلانيه، او رامي لازم يشتغل على نفسه مثلا، يرفع لياقته البدنيه، او يعني الحاجات دي مقبوله جدا ودي تسمعها. دي حاجات تسمعها ان انت مثلا دي ناقصه كذا، فدي ده شغل مدرب. ساعتها بقى وهسالك السؤال بطريقه ثانيه، انت بعد الماتش وبالذات لو ماتش مهم او ماتش بطوله ما بترفعش سماعه التليفون وتسال حد انا كنت عامل ايه النهارده؟ والدي طبعا. والدك؟ والدي ده يعني بكلمه مثلا كويس النهارده، في حاجه غلط، في حاجه ناقصه؟ يقول لي لا في حاجه ناقصه، في كذا. وبعد كده يجي المدرب ده شغله. طبعا بسمع الانتقادات وبسمع طبعا في حاجه ناقصاني، في حاجه ازودها، في حاجه. فبس ده قلت لحضرتك في الاول وفي الاخر ده شغل المدرب. مهما برضو اسمع الانتقادات هغيرها مع نفسي اكيد؟ لا، في مدرب هيقدر يعمل تمرين ويقدر يعمل يحط النقط اللي ناقصاه وهو شايف عينيه. في فيديوهات بنشوفها كتير، وهو الراجل بيفرجنا على نفسنا لما بنيجي نلعب ماتش، يشوف اخطاء ويشوف تحركات. فده شغل مدرب، يعني مش شغل رامي هيغيره مع نفسه في يوم وليله. صحيح. احتفلت مع بطوله الدوري مع مين؟ لا احتفلت طبعا مع في اوضه اللبس بعد المباراه، وبعد كده مع اهلي طبعا، بابايا ومامتي واخويا ومراته، فقعدنا مع بعض قعده كده عائليه. فكان لان انت خلصت الماتش متاخر بتبقى قاعد بقى في البيت خلاص يعني. ربنا يخليهم ليك ويخليك ليهم. بتهيألي برضو جزء كبير جدا من مشوار اي بطل في مجال الرياضه يعني بتدفعه يعني اسرته، ويعني بتحمله حاجات كتير جدا. يعني بتبعد عنهم فتره كبيره بالمعسكرات طبعا. كل الشكر ليهم والف مبروك ليهم طبعا. بتهيألي هم كمان ناس بتحس بطعم البطوله بشكل مختلف، وبحس ان هم شاركوا في تحقيقها. كل الشكر ليك يا كابتن رامي وكل التوفيق والف الف مبروك، وان شاء الله باذن الله الفرحه الكبيره يبقى لينا لقاء ثاني نحتفل بيه مع جمهور نادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ببطوله افريقيا قدها وقدود، وعندنا فرصه كبيره نستعد بشكل كويس، ويبقى انه التوفيق يجي من عند ربنا ان شاء الله باذن الله، ويبقى يومنا كده ونعدي ان شاء الله الاول من الوداد ونفكر في اللي جاي بعد باذن الله. شرفتنا ونورتنا. ولا بتحب تختم الحلقه مع جمهور النادي الاهلي؟ طبعا طول عمركم واقفين جنبنا، وطول عمركم بتستحملونا في الوحش قبل الحلو، واحنا ده دورنا ان احنا نفرحكم باذن الله. والفتره الجايه ان شاء الله نوعدكم بحاجات كتيره، اهمها افريقيا بالنسبه لنا وبالنسبه لكم. فان شاء الله دعواتكم
واتمنى طبعا رجوع مؤمن زكريا بالسلامه ان شاء الله, إن شاء الله. ورجوع كل اللعيبه المصابه, كلنا محتاجينكم وكلنا جنب بعض, وده الروح اللي هترجعنا تاني وترجعنا للبطوله ان شاء الله الافريقيه باذن الله. ان شاء الله قدها ودودي ابطال. بشكرك شكرا جزيلا, شرفتنا ونورتنا. شكرا. وبشكر حضراتكم على متابعه حلقتنا النهارده. افرحوا واتبسطوا, وان شاء الله باذن الله نجوم النادي الاهلي قادرين يفرحوكم كمان وكمان. تحياتي لحضراتكم, ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه.